هذا مو عسل، هذا شمع بارد، بس وين راح اجربه؟ على ايدي. كون الله ما يسوني مزق بالتعليقات، انا بدي اجربه، يعني بدي اختبره حتى افيدهم. المشكله اريد اختبره حتى افيدهم. وتعال شو راح اطلعه بعد؟ ما ادري والله شو راح اطلعه، شو راح امشي، شو راح يخلصنا منه، ما ادري. بس انا خليته، وش نسوي؟ نخليه للمنديل. هذا شمع بارد، يعني لا جهاز حرارة ولا تعب. بما انه خلينا هيك وطبطبنا، لازم شو نسوي؟ نشلع عكس اتجاه نمو الشعر. فراح نشلع ونشوف اذا زين وقوي، نعرضه لكم ونقولكم بسعره. نقول يلا. اويلي اويلي زبد والله. عمي انا مشتري، عمي انا مشتري، مو عيب تبحث على ايدك؟ شو تسوي؟ هذا رزقي. هذا شكله بيش. بكم بيش ابيع؟ انت شو تقول بيش ابيع؟ كيفك بيش ابيع؟ يعني هو كيلو شو بيع؟ سعر هالقوطية كلها ب 20,000، بس ما يوجع.